السلام عليكم، ممكن اخد نقطه دقيقه؟ اتفضل. احنا برنامجنا اسمه تمام، احنا برنامج كوميدي اسمه برنامج يتحذر يتهزر. تمام. فكره البرنامج عباره عن ايه؟ هنقول لحضراتكم على نكته تمام، هنقول لحضراتكم على فزوره، لو جاوبتوا عليها تمام اجابتها غير اجابتها كوميدي شويه، لو جاوبتوا عليها في جايزه رمزيه، ما جاوبتوش عليها ومطالب منكم ان انتوا تقولوا لنا نكته بتضحك. تمام. نكته بتضحك؟ اه تقول لنا نكته بتضحك. اه بس لما تقولي فزوره. انا ما اقول لحضرتك فزوره. الفزوره بتقول تمام، ايه الفرق ما بين الليمون والزيتون؟ غير اللي كل الناس تعرفه. الليمون والزيتون. الزيتون فيه بذره والليمون ما فيهوش بذره. لا في بذره. عارفه الكلام ده؟ اه ماشي. كل الناس عارفه الكلام ده. احنا بقى عايزين نجتهد ونوصل للناس اللي هي مش عارفه الكلام ده. لا مش عارفه. طب قول واحده ثانيه. هي دي. اه الليمون والزيتون. ايه مفيش فرق. اه الليمون بيتعصر الزيتون ما بيتعصرش. قربتي. يلا يلا على نفس الدماغ يعني، عايزين حاجه على نفس الدماغ كده. طب ايه مثلا تاني؟ جاي مع واحده غبيه قوي. غبيه جدا. انت قربت على فكره. يعني الليمون بيرقص في الخلاط. الليمون حادق وحلو والزيتون حادق بس. لا قبل ما تكتهي. لا لا ما تكتهي. الليمون بيتعصر الزيتون لا. طب ما انا قلت كده. احنا قلنا قربنا بقى، احنا قربنا قوي. طيب ايه؟ لو فكرنا دقيقة نلاقي الدنيا اسهل من كده. طب ساعدنا. طب مفيش اي مساعدة؟ اقول لكم انا بقى الفزورة. ماشي. اقول لكم الحل؟ اه ماشي. الليمون بيتعمل ليموناتا، الزيتون ما بتعملش زيتوناتا. خلاص صح كده؟ لا انت عمرك سمعت عن الزيتوناتا؟ لا. خلاص انا صح. النقطة بقى، النقطة اللي بتضحك بقى عبارة عن ايه؟ قولي لي. مرة اتنين راكبين على الموتوسيكل، كل واحد فيهم عايز يركب جنب الشباك. بس انت عشان اجتهدت كتير فليك جايزه برضه. انا مره واحد اسمه سامح حط ودنه، حط ايده على ودنه وبقى سامح حاجه. انا برضه بحكيكي. بس انا عامة هي نفس الفكره. انت سيبته. طيب ادي له استاذ محمد بدل. بصوا يعني احنا الجايزه على وزن اللي احنا بنقوله يعني، انت فاهمه؟ اه لا يعني وعلى سامح وهو سامح. كل سنه طيبين وشرفتوني. شكرا شكرا يا بدر.